كيف كيعرفوني دائما الناس انني ما كنتفرج مي الاصداء الحمد لله والشكر لله هذا من فضل ربي الحمد لله دائما واخا انا كنادي العمل ولكن كتبقى عند الناس كيسالوا الخدمه كيمشيو انا لا كتبقى عندي حتى كنسمع كدوز الحلقه الاولى ولا الثانيه وكنسمع الاصداء الناس كيفاش كنجلس كنتسنى تليفونات كنتسنى فهمتي بحال شي واحد كيتسنى شي حاجه بحال هكا ملي كيدوز الحلقه كيصوني التليفون كنقول خاش غنسمع مني كنسمع الاصداء زوينه كنقول الحمد لله والشكر لله انني اديت الواجب وخصني يعني كنتحفز انني ندير اكثر واكثر باش نعطي احسن ماشي نقول انني راه وصلت لها الحمد لله بخير بالعكس هذا راه كيحفزني انني نخدم اكثر واكثر واكثر ونفكر ما نعطي للمغاربه لانهم بهذاك الحب ديالهم راه ماشي سهل لا يتعوض وماشي سهل بزاف الناس كيقول لك انا بالنسبه لي حب الناس لا يتعوض ما كيتعطاش لكل شيء بهذا المعنى يا ريت انا بحالي بحالكم نتمنى يكون الجزء الثالث لانه عطى صدى جيد وفيه ما فيه زعما مشاكل متشبكه يعني انا حيت عارفه القصه كلها فيها ما يتعطى فيها ما يتقال حيت كاينين مازال غتشوفوا احداث اخرى فيها مازال ما وصلتوش الاحداث حيت يعني ممكن يكون فيه الثالث والرابع نتمنى يكون كنشكر كل طاقم ديال رضات الوالده لانهم على راسهم زكيه طاهري لان كانت خدمه في المستوى وكانت الخدمة متعبة ماشي سهلة وكنا يعني واحد كتعرفي لأن ملي كتكون حرب وصراعات كوني على يقين غتعطي عمل جيد حرب وصراعات في الخدمة في الكواليس باش تعطي العمل جيد يعني كنقول الطاقم كله لا بممثلين ولا اللي تكنيسيان ولا كلهم كنقول لهم تبارك الله عليكم وشكرا لان حيت هالمجهودات ديالكم معنا حنا اللي وجهنا اللي تيبان حيت كنقول لهم تما كنقول لهم نتوما راه غتمشيو تنعسوا ولكن حنا اللي غنكونوا الواجهه حنا اللي غنعطيوكم واش نتوما غتقولوا نقول لكم شكرا ولا نتوما غنقول لكم هذا حيت حنا اللي بلاصتكم كتعيروا كنقول لهم شكرا راه المنتوج ديالنا كاملين عطى صدى زوين نتمنى يكون الجزء الثالث ولكن يكون نعاود خدمه اكثر واكثر واكثر ونعطيوهم احسن باش الناس يبقاو دايرين ثقه فينا انا قلت لكم ما كنتفرج ولكن الاصداء تا هو عليه كيقولوا رائع جميل جدا تا هو كيقول لك لا ما كانش كنت حيت كان عندي التصوير ديال الدنيا دواره ما كاين مجمل المغاربه هذا ماشي عنصريه مني حنا المغاربه زوينين حنا عاي ما كنتهلاوش في ريوسنا الجمال الطبيعي حنا كنبانوا لكم طبيعيين بالولاد بالرجال بالناس بكل شيء جمال انت دابا خايبه هاو ها برافو عليك حيت هادوك عاوتاني هادوك فنانه الفن يعني عاطيهم حقهم حنا راه مناضلين حنا كنناضلوا باش كنعطيو هاد الفن حقه حيت راه مازال ما واخدش الفن حقه في هاد البلاد خصو ياخذ حقه يعني الحمد لله ملي وصلوا لهاد النقطه مزيان راه كاينين وليدات كاينين شباب طالعين رائعين في المستوى اللي خصهم غير يخدموا وخصهم اللي يوقف معاهم حيت راه ما يمكنش واحد بوحدو يعطي واخا شي من يد وحده ما كتصفقش خص جوج خص لي تكون شي كيف قلتي سكافندري كيف قلتي رشيد عبد الاله الوليدات الاخرين حيت لقاو اللي وقف في جنبهم عطاو ولكن تشوفهم بعمل اخر تقولي مالو شنو علاش ما حيت ما كاينش اللي خص لي كاليبر تكون